لأنه يقبل على زواره قبل أن يقبل عليه. لماذا سمي أنيس النفوس؟ هذا سبب خطير أخواني التفتوا له، اللي وضحه واحد من فقهائنا توفى قبل 8-9 سنوات. آية الله الشيخ حسن علي مروريد يقول: سمي أنيس النفوس لأنه يقبل على زواره قبل أن يقبل عليه، وهذا لا يتحصل إلا عند الإمام الرضا عليه السلام. نقول له شيخنا شنو يعني؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الحسن العسكري، زوارهم يقبلون عليهم ويطلبون التوجه ويقرؤون الزيارة ويقفون عند أضرحتهم وعند قبورهم، ثم بعد ذلك يشعر الزائر بإقبال المعصوم إليه، صر عند التوجه أنت تطلبهم. يقول: إلا الإمام الرضا أنيس النفوس هو الذي يقبل على زواره أولا فيقبلون عليه، هو اللي يدعوك، هو اللي يجيبك من بعيد. ربما تجد نفسك في شغل في حياتك أو في ضائقة مالية، لا تملك مالا لتسافر إلى طوس إلى أرض مشهد، أو في شقة عن أرض طوس في مسافة بعيدة، فيأتيك النداء من الإمام الرضا وأنت منشغل بحياتك. والله تجد، أعلم كثير منكم جربها، تجد الأمور كلها تتيسر وتتسهل فجأة، وكأن الكون سخر لك، توفر المال وتوفر الوقت وتوفرت كل السبل، بين يوم وليلة تجد نفسك عند ضريح الإمام الرضا عليه السلام. ليش؟ لأنه أنيس النفوس، هو الذي دعاك قبل أن تتوجه إليه، هو الذي يقبل عليك قبل أن تقبل عليه، فيدعوك فتمضي إليه سلام الله عليه. بل أكثر من ذلك، شايفين هذا اللي سافر ويبتعد عن بلده ويتهجر، أو يسافر 2-3 أسابيع في أي مهمة، إذا ابتعد عن وطنه تصير عنده حالة وحشة واشتياق للوطن، صحيح لولا؟ إلا زوار الإمام الرضا عليه السلام. من تروح تزور الإمام متى تصير لك الوحشة؟ وقت اللي تودع الإمام وتريد ترجع إلى وطنك، يعني غير القانون العام، غير العرف عند الناس. الناس من تبتعد عن وطنها تستوحش تريد ترجع، أما زوار الرضا عليه السلام إذا أراد أن يودع الإمام ويرجع إلى وطنه يستوحش لوداع الإمام.